بجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. الفقرة دي احنا في حضر التوأم لن يتكرر مرة تانية وفقا للمعطيات يعني في تاريخ الكرة المصرية. لو جالك تدريب النادي الأهلي توافق؟ بص هقول لك حاجه، انا اتسالت الاسئله دي كتير قوي، السؤال ده كتير، وفي ناس زعلت، زملكاويه زعلوا على الفيسبوك، كانوا كاتبين كلام قوي جدا. احنا يعني في عالم الاحتراف حتى انا معاكي، بس في مصر صعب. انا دايما بقول ان ابناء النادي الاهلي للنادي الاهلي وابناء الزمالك للزمالك. في صعوبه وجودي في النادي الاهلي، وانا تملي بقول الاهلي والزمالك الأولى ولاده هم اللي يدربوه. بنشد كابتن حسام البدري وهو كان ضيفنا ومنورنا ومن أحلى الحلقات اللي أنا عملتها في الجمعة في مصر. أرجوك إدي كابتن مؤمن زكريا كم يوم كده يتجوز ويعمل شهر العسل. يوم بس يعني، يوم أتجوز فيه بس يعني، يوم أعمل فرح مش لاقي والله يعني، ما فيش يوم خالص يعني. حتى ببص في الجدول يعني، خلصنا ماتش عندنا يوم واحد، بعد يوم واحد عندنا يوم 10 أفريقيا، بعد كده 17 أفريقيا، بعد كده هنرجع دوري، مفيش خالص. انا لو اعرف الموضوع كده كنت قلبته شخصي من زمان وحاولت اجيب لك موافقه على موضوع الجواز ده. انا حتى مثلا بتكلم مع كابتن سيد في اي حاجه من الموضوع ده يروح بيديني الجدول، ما اقدرش ارد عليه. شفت القاب كتير لكن لقب سافل في الملعب دي كانت جديده عليا، جيب لين اللقب ده. لا يا وقت مثلا اول ماتش انا لعبت فيه او اول جول حطيته كان في كابتن عصام الحضري، فهي بدات من هنا قصة بقى في ان انا اجيب جوال او برقص حد الكلام ده. انا قلت له بقى، قلت له ان كابتن شريف اكرامي بيتحرك قبل الكوره بيطلع لقدام، فدي بتساعده ان هو يصد ضربه الجزاء بتبقى اسهل شويه عليه. يعني انت كنت متوقع ان شريف اكرامي يعمل كده؟ لان هو حصل نفس الموقف قبلها بماتشين، صد ضربه جزاء برده من احمد عيد عبد الملك وطلع نفس اتحرك نفس التحرك. اللي انت بتقوله ده بيوقعك في الغلط، انا بحاول اسهل ده. لا 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 ما كنتش متوقع. لا لا بص هو يعني، هو يعني عادي، هي بتتحسب عادي. هو سوء توفيق بالظبط، هو في سوء توفيق طبعا في الكوره، لكن لو ربنا رايد، وحتى هو لو اتحرك وربنا رايد ان هي تدخل هتدخل. وهو اتحرك فعلا، هو اتحرك فعلا بالظبط واتصدت يعني. اول حكم مصري بيدخل ضمن قائمه حكام كاس العالم رسميا بعد غياب حوالي 12 سنه تقريبا من المره الاولى اللي شارك فيها الكابتن جمال الغندور في مونديال المانيا. الاول الاتحاد الدولي لما دخل حكام الفيديو قال احنا هنستفيد من حكام الفيديو، اقل تدخل واقصى استفاده. اقل تدخل ممكن في المباريات بس اقصى استفاده، اقصى استفاده ان ما يخرجش فريق له خطا تحكيمي ممكن يخسره مباراه او يخسره هدف او يخسره نقط في كاس العالم. ده مهم جدا ان في الاخر اللي يوصل هو الاحق، وهو فالتحكيم ما يبقاش طرف في اي مباراه. في ناس بتقول الزمالك دايما كده، يدينا امل في النص، ده جماهير الزمالك على فكره اللي بيقولوا كده. وبعدين لا ان شاء الله، احساس اللعيبه بعد المباراه امبارح يعني بشرني انا شخصيا بخير، لان هم ما كانش في فرحه عارمه، لا كان الامور متزنه جدا. عارفين ان نادي الزمالك نادي كبير معاه ملايين واقفين في ظهرهم، يتمنوا ان هم يستمروا الفتره الجايه، يعني ما كانش في افراط ان او انهيار في الفرح يعني، لا كان في اتزان، ودي بدايه النقطه اللي يبتدوا منها في الفتره اللي جايه. لازم اقول للمشاهدين ان زمايلنا انقذوني يعني في بدايه كده الحوار واحنا في الفاصل، اول ما دخلوا كابتن ابراهيم اتفضل، كابتن حسام اتفضل، لان هم كانوا عارفين ان انا هلخبط لخبطه فظيعه. بتتعرفوا ازاي من بعض يا كابتن؟ حسام على اليمين وابراهيم على الشمال. لا 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 ده بالنسبه لي انا في العادي كده، بيقولوا لنا قولوا لنا السر. انا عندي هنا برضو حسن هنا. طب والله ده بقى في شوت ابراهيم مليان شويه. ابراهيم مليان شويه عشان يعني انا حارق في الملعب عشان انت. انا شايفه ان في جر شكل بيحصل من اول القعده لما بين الكباتن يعني. يعني انا مثلا لعيب سكواش، لو جيت دخلت مره لعبت سكواش وانا تعبان وخسرت، ما حدش يقول والله اصله كان تعبان، خلاص خسرت. فساعات لما حد بيقول حاجه ما حدش هيقول، ما حدش هيدي اعذار يقول والله اصل كان في مشاكل اصلا. طب ما تمسك المايك اللي قدامك ده، نادرا لما بندي المايك ده لحد مش مطرب يعني، مش انت. لا ده احنا اللي محظوظين ان احنا كمان معانا لعيب سكواش ومغني جامد وعمرو دياب اشاد بيه. اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار، واللي اسمي مصر دايما كان له طاقه الانتصار، اللي حلمه حلمنا واللي فرحه فرحنا، اللي نهر النيل بيجري جوه دمه ودمنا،
يبقى واحد مننا ايوه واحد مننا مصر ايه غير الاصاله والقلوب الطيبين مصر ايه تبني لولادنا حلم بكره والسنين واللي يرفع اسمها يبقى اغلى عندنا من حياتنا نفسها يبقى